هتسمعه عن في نص دقيقة عن الصالونات ونص دقيقة عن عن حاجة عن دور سعيد الجميلة. والحقيقة هو يعني كل واحد له من اسمه نصيب، ما نقدرش نتكلم صح؟ لا عسل ده شوف أي حد يستعمل العسل يستأذنه. أيوه أيوه. السلام عليكم. سلام. هو طبعا انا مش هقدر اتكلم على الصالونات بعد ما الاساتذه الكبار اتكلموا، فانا هخش في القصيده على طول. بحر اللي ناداني، بحر اللي ناداني، ناداني البحر صحاني من نومي، قال لي تعالى عندي رزق كتير، رديت غويتك والله من يومي جايلك كده على طول بدون تفكير، واخدت مرجلتي وصنارتي وطعومي قاصد على شطه وجه رب كريم، وقلت للميه زيدي بقى شويه، ده الرزق دايما يجي في زياده، ردت وقالت ليا بزياده، رزقك على المولى عندي بزياده، اصبر على طعمك كده شوية، ما تستعجلش يا غمزة، سيبها تغرق قوي فيا وشيل غبتك بحنية، شبكة قروسة كبيرة وعافية واطلع وتطلي في المية، لكن على مين يا قروسة؟ تعالي يا حلوة يا عروسة، وشدتني وشدتها بحنية وجات لي بايخة عالمية وحطيتها في مرجونتي وخدت معايا سنارتي ورحت لبيتي وعيالي، قامت مراتي ده عيالي وعملت همة في صينية ومشي وجزمة مقلية، سجدت مراتي وعيالي بتشكر ربنا العالي على بحره اللي ناداني. شكرا. أنا سعداء جدا بالعسيري وعلى الدرس الجميل في السيرو في سن السمك. هو حد تروع الأنثى في سن السمك صح؟ شكرا جدا حبيبي، شكرا شكرا شكرا.